الحمد لله أعزنا بالإسلام واختاره لنا دينا، أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله دعا إلى حسن معاملة غير المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين التزموا بهديه وأقاموا سنته واتبعوا طريقته وعملوا لدنياهم كما عملوا لآخرتهم أولئك هم أولو الألباب. عباد الله، هذا هو الإسلام أيها المسلمون، كما رأينا في الخطبة الأولى دين يدعو إلى حسن التعايش مع الآخرين، دين يدعو إلى السماحة والتسامح، دين يدعو إلى العفو والتعاون، دين يدعو إلى إشاعة أخلاق البر والتقوى. واعلموا أن مسؤولية المسلمين اليوم تتمثل في تقديم المثل الصحيح والنموذج السليم لهذا الفهم الراقي وهذه الأخلاق الزكية. وليبدأ كل واحد منا بنفسه مع أهله وجيرانه وأصدقائه وبني وطنه، والله ولي المتقين. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق لا إله إلا أنت، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة الفضيلة، نسألك بوجهك العظيم وبنبيك الكريم وبكتابك الحكيم ألا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا لا غفرت، ولا عيبا إلا سترت، ولا هما إلا فرجت، ولا ضرا إلا كشفت، ولا دينا إلا سددت، ولا ولدا إلا جبرت، ولا إيمانا إلا ثبتت، ولا قلبا إلا شرحت، ولا ضالا إلا هديت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسؤولا في قبره إلا ألهمت، ولا خائفا من عقابك إلا أمنت، ولا مسافرا إلا كتبت سلامته ورددت، ولا مديانا إلا أديت عنه دينا وقضيت، ولا غيثا مباركا إلا أنزلت، ولا سعرا إلا أرخصت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعدتنا على قضائها بيسر منك وعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم وسع لي في داري، اللهم بارك لي في رزقي، اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، وأعوذ بك من ليلة السوء، وأعوذ بك من ساعة السوء، وأعوذ بك من صاحب السوء، وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أكثر مالي وولدي، وبارك لي فيما أعطيتني. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله
وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.